السلام عليكم، أهلا بكم لهذا العرض الإخباري المباشر نقدمه لحضرتكم من قناة العيون، والبداية بأبرز العناوين. تذكير بالأنشطة الملكية خلال الأسبوع الذي نودعه اليوم. ونتابع في النشرة معهد التكنولوجيا للصيد البحري بمدينة المرسى آلية لإدماج الشباب وتحديث قطاع الصيد البحري. وفي النشرة أيضا خيمة للشعر الحساني ضمن فعاليات مهرجان وادي الذهب. أهلا بكم. نستهل النشرة بالتذكير بالأنشطة الملكية التي ميزت الأسبوع الذي نودعه اليوم. صاحب الجلالة الملك محمد السادس وجه خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى 66 لثورة الملك والشعب، كما استقبل صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بالإقامة الملكية بالحسيمة الجنرال دكتور دارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الذي سلم لجلالته كتابا يحمل عنوان القوات المسلحة الملكية مسيرة الوفاء وروح التجديد، الذي يبرز الجهود الملكية الموصولة لتحديث هذه المؤسسة العامة عتيدة. يسلط هذا المؤلف الضوء على الجهود التي بذلها جلالة الملك خلال 20 سنة الأخيرة من أجل تحديث وتطوير القوات المسلحة الملكية من خلال الحرص على تحديث تجهيزاتها وتقوية قدراتها وتحسين ظروف عيش وعمل أفرادها، وكذا تعزيز إشاعها على المستوى الدولي. جدد المدير العام لمديرية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية اليابانية السفير كاتسوهيكو تاكاهاشي اليوم الأحد بطوكيو التأكيد على الموقف الثابت والراسخ بعدم اعتراف اليابان بالجمهورية الوهمية. ويأتي التعبير عن هذا الموقف من جانب الحكومة اليابانية عشية انعقاد القمة 7 لمؤتمر طوكيو الدولي المعني بالتنمية بإفريقيا تيكاد 7 التي ستنظم في يوكوهاما ما بين 28 و30 من غشت الجاري بمبادرة من الحكومة اليابانية وبشكل مشترك مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الدولي. في شأن التنموي، يشكل قطاع الصيد البحري أحد الدعامات الأساسية في الاقتصاد المحلي والجهوي، ويوفر مناصب شغل مهمة مباشرة وغير مباشرة. ومواكبة للدينامية التي يعرفها هذا القطاع، تم إحداث العديد من مراكز التكوين في المجال البحري بعدد من الأقاليم الجنوبية، توفر تكوينات مهمة في مجمل التخصصات المرتبطة بالمجال. النموذج نرصد من معهد التكنولوجيا للصيد البحري بمدينة المرسى بإقليم العيون في تقرير لمحمد تروزي. معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعيون يسهر على تكوين البحارة وتأهيلهم للاستجابة لحاجيات قطاع الصيد البحري بالجهة. تكوين مهني يشمل مختلف الشعب المرتبطة بمهمة البحارة على متن سفن الصيد، بما في ذلك تقنيات الملاحة البحرية. هنا بالمعهد يتلقى بحارة المستقبل دروسا نظرية في الملاحة تحت إشراف أطر متخصصة في المجال، وبموازاة مع ذلك يستفيد المتدربون من حصص تطبيقية عن طريق نظام المحاكاة على متن سفينة افتراضية. هذه المنظومة تمكننا من بلوغ مجموعة الأهداف، خاصة توفير تكوين للمتدربين حيث يعطيهم كفاءات جد عالية خاصة في مجال الشغل. محاكي الملاحة يعد من الجيل الجديد، وهو الأول على الصعيد الوطني والإفريقي، ويتيح للمتدرب التأقلم مع ظروف الإبحار والمناورات من خلال القيادة الافتراضية بزاوية رؤية من 240 درجة.
النظام يتوفر أيضا على قاعات البرمجة والمراقبة ومقصورة للتدريب، بالإضافة إلى محاكي مناورات تفادي الاصطدام وآخر للخرائط الملاحية ومنظومة السلامة والأمان البحري. غادي يزيد من المردود ديال الخريج أو المتدرب بصح التعبير، غادي يزيد من القيمة ديالو، بحيث أنه غادي يعرف ياسر من الأمور، ياسر من الأمور اللي كتجدد في ياسر من الأمور اللي كاينة في تمرد القيادة. مثلا بحال دابا كاين معدات جديده، مثلا بحال كاين ليتسون، كاين مثلا هذا ديال ليتسون اللي كيعطيك واحد كيعطيك لوغوتي ديال الشبكه، مثلا كيعطيك بحال شحال كاين فيها. معهد تكنولوجيا للصيد البحري بالعيون يواكب حاجيات قطاع الصيد البحري، احد القطاعات الواعده باقاليم الجنوبيه، حيث تعمل المؤسسه على تكوين ربان الصيد وضباط ميكانيكيين على متن سفن الصيد. وكان لابد للربان البحري أن يتدرب على مواجهة الطوارئ كمقاومة الحرائق والقيام بمهمات الإنقاذ والإسعافات الأولية، وهي مهمات لا يستهان بها أثناء الملاحة البحرية. إلى الجامعة الترابية مير اللفت بإقليم سيدي فني، وبالموازاة مع عرض وأنشطة المهرجان السياحي والثقافي الأول للجامعة، نظم معرض للمنتوجات الفلاحية والمصنوعات الحرفية، أتاح لعدد مهم من العارضين فرصة تقديم وعرض هذه المنتجات أمام زوار المعرض من ساكنة المنطقة والمصطافين الذين يقضون فترة العطلة بين أحضان هذه الوجهات الساحلية. في المتابعة حافظ محضار، يوسف دعواتي، عبد الرحيم حاجي. إشعاع سياحي تعرفه منطقة مير اللفت الساحلية ينضاف إليه انتعاش تجاري مع احتضانها لهذا المعرض الموازي لأنشطة المهرجان السنوي الأول للجماعة، معرض يتيح لعشرات العارضين من تعاونيات وجمعيات فلاحية فضلا عن صناع تقليديين فرصة تقديم جديد المنتوجات المجالية وكذا المعروضات الحرفية التي تقدم هنا امام الزوار. معرض راه تيتنفس فيه الصانع التقليدي، كاع اللي عنده شي حاجه ما يبدع، والحمد لله اللي جا دار شي حاجه مزيانه راه خدم مزيان. الزوار تبارك الله راه كاينين الزوار، راه مير لفت الحمد لله راه تشجعات ومشات بعيد في الصناعه التقليديه، وحنا راه من المنطقه ديال مير لفت. كان اقبال زوين، وكانوا الزوار من جميع مدن المغرب، والحمد لله المنتوجات يعني من العسل، هو كي عندنا الكليان ديالنا في المناطق المغرب اللي جات شرات عندنا من مير اللفت. كانت المناسبة بتعريف المنتجات المحلية وكونتاكت، درنا كونتاكت مع زوار المنطقة والتعريف بالمنتجات الفلاحية من طبيعة الحال. الحمد لله الرواج كان في المستوى، الناس استفدوا الحمد لله، الناس جايين في جميع أنحاء الوطن، خارج الوطن وخارجها، قضوا الغراض، لقوا الراحة ديالهم هنا. الرواج هو كاين هنايا، الأجانب السياح جاو كيكتشفوا المنطقة. مير اللفت كتعتبر مدينة عالمية من ناحية المغرب لأنها السياحة فيها تبارك الله عليها. تنظيم هذا المعرض الذي ضم عددا من الأروقة ساهم في ترويج مختلف المنتوجات التي تبرز الجهود المبذولة لتثمين عديد المنتوجات الفلاحية، منتوجات تختص بها هذه المنطقة فضلا عن المصنوعات اليدوية التي أبدعها الصانع التقليدي. مير لفت هذا العام يعني كيعرف واحد الرواج وواحد الاقبال من طرف الزوار من داخل المغرب ومن خارج المغرب، والناس يعني كيتوافدوا بكثره، والمنتوج كيعرف اقبال الحمد لله من طرف الزوار. معرض زوين، بدا فيه داك الشيء التقليدي ديال الصحراء والناس المنطقه، وحنا الحمد لله جينا خذينا شويه العسل الحار، خذينا شي كادوات للوليدات. معرض في المستوى وجا في الوقت ديالو، يعني هذا الوقت كاينين الناس اللي كيستقبلوا، كنلقاهم كلشي، كل واحد فين جا في المغرب جميعا حال المملكه جايين فيه الناس، زعما الرواج مزيان وجا في وقته. معرض ساهم في تقويه اشعاع هذه الوجهه الساحليه، ومكن من ترويج المنتجات الفلاحيه والحرفيه بالموازاه مع موسم اصطياف بهذه المنطقة التي تشهد استقطابا استثنائيا خلال هذه الفترة من السنة.
نبقى بإقليم سيدي فني وفي الشأن الديني، حيث أحيا شرفاء أولاد بوغرفا بجماعة تيوغزي الملتقى السنوي الثامن لشرفاء أولاد بوغرفا تظاهرة اختير لها كشعار هذه السنة: الشرفاء أولاد بوغرفا في خدمة نشر قيم التسامح والسلم الاجتماعي. حافظ محضار يوسف دعواطي ومحمد فاضل عبيدة. مركز سوق سبت بوغرفا ايتعز بجماعة تيوغزا محج لشرفاء أولاد بوغرفا بمناسبة إحياء هذا الموسم السنوي بأبعاده الدينية والثقافية والسياحية. تظاهرة سنوية يحرص من خلالها أبناء المنطقة على تجديد موعد اللقاء هنا بهذا المعقل لتوطيد أواصر التواد ومد جسور التواصل بين مختلف مكونات المنطقة أينما وجدوا. الهدف الأساسي من هذا المهرجان هو إحياء الموسم التجاري والسياحي بوغرفا الذي اندثر منذ سنة 1992 إلى حدود تنظيم النسخة الأولى من المهرجان سنة 2016. وبالموازاة مع ذلك يتم تنظيم الملتقى السنوي للشرفاء كل سنة في يوم الختام للمهرجان قصد إحياء صلة الرحيم بين الشرفاء أولاد بوغرفا وأبناء عمومتهم. هي مناسبة للترحم على أرواح شيوخنا وشيوخهم، وهي كذلك مناسبة للتذكير ولنتذكر دور الأساتذة في نشر الدين الإسلامي بشمال إفريقيا. عديد الفعاليات الدينية والثقافية وكذا الاجتماعية في صلب برنامج هذا الملتقى السنوي، ملتقى يحتفي بإرث الأسلاف من أعلام الدين والفقه والعلم ممن أنجبتهم هذه المنطقة في مناسبة للتذكير بجوانب من هذا الرصيد. مناسبة للتراحم والتواصل وإحياء صلات وعادات حميدة ما بين الشرفاء وأبناء عمومتهم من الشرفاء سواء كانوا سملاليين أو جعفريين أو أدالسة. هي مناسبة كذلك لصلة الأرحام مع إخواننا الشرفاء بالصحراء وبشمال المملكة. هي تظاهرة سنوية تحتفي بالكنوز العلمية والفكرية والثقافية لهذه المنطقة المعطاءة، منطقة خلفت رصيدا علميا وفقهيا مشرفا يساهم اليوم في هذا الإشعاع الذي تعرفه المنطقة والتي تحرص مكوناتها على تثمين هذه المكتسبات التي اختصت بها المنطقة. الوجهة الآن مدينة الدخلة، حيث افتتح رئيس مجلس الجهة عشية اليوم خيمة الشعر الحسانية التي ضمت عددا من الجلسات الشعرية لشعراء من الأقاليم الجنوبية للمملكة ومن الشقيقة موريتانيا. جلسات كانت مناسبة لتبادل القصائد الشعرية بين الشعراء في مختلف الأغراض. وفي المتابعة بكر دليمي والمختار خية. للشعر الحساني طقوس خاصة غالبا ما ترتبط بمظاهر الحياة اليومية وبالتجارب الحياتية المتنوعة في رحاب الصحراء الواسعة والممتدة، حيث ظل الإنتاج الشعري يمثل جنسا أدبيا رئيسيا داخل نسيج الثقافة الشعبية الحسانية وإبداعا كلاميا منفردا سواء على المستوى الجمالي الصوتي أو على مستوى الروافد التي ينهل منها ويستند إليها. هذا ما عبر عنه الشعراء بلغة شعرية صادقة تمتد إلى مكامن النفس والكينونة في هذه الجلسة الشعرية ضمن النسخة الأولى لمهرجان وادي الذهب الذي تحتضنه مدينة الداخلة بمشاركة وازنة لشعراء من مختلف مدن الأقاليم الجنوبية ومن الشقيقة موريتانيا. الشيخ محمد المام يقول: يوجد الظلم والضوء والشيت من المعدوم النو بروقك تتقاشع في الجو تسبق عينين الخراصة. رجع لينا مطرب لا ضو يترك المغادر كراسه يلباني في الجو اسم اخضر تجري فيه الشمس والقمر فيهم خالقك تتفكر انت عندك كيف الطاسه تحكم عنا جندك الاكبر لا يعمل بينا حواصل اللي بيديك النواسي وبحر جودك ما يتماصل وكتكلت عن عاصم يحضر فيه ولد ماصل. طبعا هذه الخيمه الشعريه ضمن تاتي ضمن فعاليات مهرجان وادي الذهب في نسخته الاولى،
وطبعا الهدف منها هو تعزيز الثقافة الحسانية في هذه الربوع وترسيخها خاصة لدى الأجيال الناشئة، لأن هذه الخيمة تضم شعراء ناشئين حسانيين، وأيضا تنزل على أرض الواقع مضامين دستور 2011 القاضي بأن الثقافة الحسانية جزء لا يتجزأ من الثقافة الحسانية من الهوية المغربية الأم. الحقيقة تمثلنا ياسر من شيء زين، وياسر من 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 من, من تحفزنا وتخلينا نحافظ على هذا التراث اللي هو اللي ماشي كيف اللي شي كيف شوي ماشي شيبو. يا غير الحمد لله احنا المشعل عندنا، ولا انتم ماشيين به بوسيلة او بطريقة اخرى كنتم محافظين يعني رافدين المشعل باذن الله تعالى. شكل ظهور الموسيقى نقطة تحول في تطور الشعر الحساني والرقي به إلى مرحلة أكثر تقدما من سابقاتها، حيث أجبر الشعراء على مرافقة النوتة الموسيقية. هنا برز الظهر الذي هو مجال عزف الموسيقى، مما أدى إلى تشكل بحور الشعر الحساني على غرار بحور الشعر العربي المعروف، ولكل ظهر ألحانه ونغمته الخاصة. قولوا لأحمد مرحبا، ولا من اللي نبغيها بديه والقلب اللي تلي نبغيه، ومن اللي ما نساني فيه شوف القلب التلي ملي، ويوم القبله ما ننسيه باش بطيته باش بجلي، ومن اللي متعدل في القلب ملي لا عدت ملي شوفي من اللي تلي والقلب اللي تلي ملي تلي. في الحقيقة رسالة الشعر رسالة سامية جدا، رسالة نبيلة و تتضمن الكثير من الجوانب الإنسانية الثقافية الفنية، ونرجو إن شاء الله تعالى أن نجسد تلك الرسالة في لقاءاتنا البينية والأخوية مع إخوتنا هنا، وأيضا أن تصل رسالتنا الجمهور الذي يحضر معنا، وقد استمتعنا بحضور كل هذه العروض المقامة في هذا المهرجان. خيمة الأدب خيمة متميزة لأن تخلط قدر من أدباء المحليين هون وأدباء اللي جاي من 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 الخارج، وظنوا مفصول فيه تجارب الأدباء بيناتها مدة كاملة تجارب في البلد، وكلها يقبل من الآخر، وأنا ظالي عن 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 ظنوا المهرجانات عنه إيجابي. لا يمكن تخيل مناسبة بالصحراء دون حضور الشعراء وإقامة خيمة للشعر يتبادل فيها كل من أهل الصحراء قصائد المدح والترحيب والغزل والفخر، وحتى في الحياة العادية لدى العائلات الصحراوية يتم تبادل القصائد الشعرية أثناء جلسات الشاي المعتادة، حتى سكنت هذه القصائد بيوت أهل الصحراء كما سكنت خيامهم من قبل. ومتابعة دائما لفعاليات الدورة الأولى لمهرجان وادي الذهب، كان لساكنة مدينة الداخلة وزوارها موعدا مع سهرة فنية متميزة أحياها عدد من الفنانين الكبار على الساحة الوطنية والعربية، سهرة حج إليها جمهور كبير تفاعل مع مختلف فقراتها. والمزيد من التفاصيل عن أجواء هذه السهرة مع محمد لميل الجارح، عبد الله المحمودي والحنفي بيبة. أطفال صغار غنوا طربا وفرحا تفاعلا مع الأغاني والعروض الموسيقية التي قدمتها هذه السهرة الفنية ضمن فعاليات مهرجان وادي الذهب، والتي أحياها نجوم كبار لهم وزنهم في الساحة الفنية وطنيا وعربيا، قدموا للجمهور أجود ما تحتفظ به ألبوماتهم من أغاني. سهرة تميزت أيضا بتنوع ألوانها الموسيقية ما بين الحسانية والأمازيغية والأغاني العصرية تلبية لجميع الأذواق. راني مسلمة على جميع المشاهدين وسعيدة بوجودي هون في مهرجان وادي الذهب في الداخلة، وهو ثاني مرة نحضر لهذا المهرجان الكبير تبارك الله الزين، مهرجان إن شاء الله لا من ذاك الرقب، ومسلمة على جمهوري كامل إن شاء الله، وإن شاء الله نكون ذاك اللي تبغوني اللي كامل إن شاء الله، تموا معجبين بي ونتمنى نعدلكم ذاك التبغ. شرفنا جدا نكون في فيستيفال الداخلة، لأنه فيستيفال رائع وادي الذهب لي بريمي جينا الفستيفال في ما توا ما شاء الله، باسكو ما من بلاد الداخل هذه لان بلاد الحماس والزهو، لان الفنان اللي يجي ليها يتعجب فيها.
ما شاء الله على الجمهور الداخلة وما شاء الله على المغرب كامل. أنا تنشكر المسؤولين اللي اختاروني باش نشارك بين خوتي الفنانة في مهرجان الداخلة، تنشكرهم وفرحانة بزاف حيت لأول مرة نشارك في المهرجان ديال الداخلة، وتنشكر الجمهور المغربي والصحراوي. اش نقول لهم؟ تنقول لهم راني تنموت عليكم وتنبغيكم بزاف. جمهور غفير حضر السهرة الفنية وتفاعل مع مختلف فقراتها مستعذبا ما قدمه الفنانون من أغاني ووصلات غنائية. الناس هون مرحبا الفنانة قرني ومرحبا حتى بالفنانة ديال شمال المملكة، والناس ناشطة كاملة وفرحانة بهذا المهرجان. ما شاء الله زين، تبارك الله ما شاء الله زين ما شاء الله. لا أول مرة نشوف هذا النوع من الاحتفالات، فرحانين ما شاء الله، كل شيء زين تبارك الله، أحسن الأجواء ما شاء الله. دابا أنا جيت مدينة الداخلة، جيت هنا سياحة وفاقت مع هذا المهرجان هذا اللي هو زوين. بسبب هذا المهرجان هذا اللي عندنا هنايا في مجموعة من الفنانين المشهورين، ونتمنى وإن شاء الله يستمتعوا بالداخلة كيف ما احنا مستمتعين إن شاء الله بأغانيهم بمسائلهم، ومرة ثانية احنا فرحانين حتى بهم، مرحبا بهم في الداخلة. سهرة فنية تتواصل من خلالها فعاليات مهرجان وادي الذهب في نسخته الأولى، والذي يصب المنظمون إلى أن يغدو موعدا سنويا لجمهور مدينة الداخلة مع ألمع الفنانين. جديد الصحف الوطنية الصادر يوم غد في تقرير لعياد السرسيلي، نتابع. نستهل قراءتنا لجديد الصحف الصادر يوم غد الاثنين من يومية الصباح، وكتبت: ما زالت عاصفة مقال وول ستريت جورنال المدمرة مستمرة في فضح عورات الأمين العام للبوليساريو إبراهيم غالي وكشف أوراقه المحروقة أمام ساكنة المخيمات والمنتظم الدولي. فبعد أن أخرجت حقيقة استبعاد الإدارة الأمريكية لخيار الاستقلال لحلحلة نزاع الصحراء زعيم البوليساريو من سباته في صحراء تندوف وجعلته في مواجهة مكشوفة مع ساكنة المخيمات، حقيقة لطالما حرصت الجبهة على إخفائها على الساكنة بكل الطرق الملتوية، اضطر إبراهيم غالي تضيف الصباح إلى الاستنجاد برؤسائه في الجيش الجزائري لتحريك لوبي الغاز والبترول لبرمجة وصلة دعائية له على الهواء لعله يفلح في إعادة تنويم اللاجئين الصحراويين وإقناعهم بجدية خرجته المتهورة التي هدد فيها المغرب بالعودة لحمل سلاح الجزائر من أجل تحقيق حلم فاشل. صحيفة برلمان كوما الإلكترونية كتبت: تلقى جبهة البوليساريو صفعة جديدة من قبل الصحافة البيروفية، وذلك بتأكيدها أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تدعم أي مخطط لخلق دولة جديدة بالقارة الإفريقية، كما لا ترى في خيار الاستقلال حلا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وقالت صحيفة لاراثون واسعة الانتشار نقلا عن مقال لليومية الأمريكية المرموقة وول ستريت جورنال، إن المسؤولين الأمريكيين الذين يتابعون عن كثب المحادثات حول قضية الصحراء أكدوا أن البيت الأبيض لن يدعم أي مخطط لخلق دولة جديدة في إفريقيا على اعتبار أن خيار الاستقلال ليس الحل الملائم لهذا النزاع. وأضاف ذات اليومية أنه في الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي على استئصال بؤر التوتر واستعادة السلم والأمن، تحاول البوليساريو الاستحواذ على أرض هي تاريخيا وقانونيا تنتمي إلى المغرب، مشيرة إلى أن الحركة الانفصالية يشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار في منطقة شمال إفريقيا والساحل. صحيفة جود الإلكترونية كتبت: في آخر مستجداتها الإخبارية جدد المدير العام لمديرية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية اليابانية اليوم الأحد بطوكيو التأكيد على الموقف الثابت والراسخ بعدم اعتراف بلاده بالجمهورية الوهمية، مشيدا بالدور الهام الذي يطلع به المغرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكد المسؤول الياباني عشية انعقاد القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي المعني
التنمية بإفريقيا تيكاد 7 في يوكوهاما ما بين 28 و30 من شهر غشت الجاري أن اليابان لا تعترف بالبوليساريو كدولة، وقال إن هذا موقف ثابت وراسخ وليست لليابان أي نية لتغييره. وعن علاقة بلاده بالمغرب قال: أؤكد على الدور الهام الذي يطلع به المغرب في المنطقة والذي يساهم بشكل كبير في التنمية والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واليابان تولي أهمية بالغة لشراكتها مع المغرب. أكد المؤسس والرئيس الشرفي لمنتدى كرونس مونتانا جون بول كارتيرون أن جلالة الملك محمد السادس يمنح المغرب عقدا اجتماعيا وسياسيا جديدا وثوريا بحق مستبقا كل التطورات الجارية. وقال كارتيرون تفاعلا مع الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 66 لثورة الملك والشعب إن جلالة الملك ووعيا منه بالشعور بالإجحاف الذي قد ينتاب البعض في ظل الوتيرة المتسارعة على التقدم الاقتصادي والصناعي يقترح بكيفية وجيهة جدا عقدا اجتماعيا جديدا يستلزم تعبئة شاملة من قبل الدولة والقوى الحية بما في ذلك القطاع الخاص وكذا الهيئات السياسية والنقابات والجمعيات وعموم المواطنين. يومية أخبار اليوم كتبت في عددها ليوم غدنا الاثنين: كشفت مؤسسة إسبانية شبه عمومية أن المغرب أصبح المصدر الأول للكهرباء إلى إسبانيا. وقالت الريد إلكتريكا دي إسبانيا في تقرير جديد صدر مؤخرا إن المغرب استحوذ على 76% من رقم معاملات تجارة الكهرباء بالحدود المغربية الإسبانية مقابل استيراد حوالي 24% فقط. وتشير الأرقام الصادرة عن المؤسسة الإسبانية إلى أن واردات الكهرباء الإسبانية من المغرب خلال سنة 2018 بلغت حوالي 2088 جيجاوات في الساعة. وكان المغرب وإسبانيا وقعا على هامش زيارة العاهل الإسباني فيليب السادس للرباط فبراير الماضي على مذكرة اتفاق بين البلدين من أجل إقامة ربط كهربائي ثالث بينهما عبر مضيق جبل طارق. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم مولود محول الحسين والمبارك عن عمر يناهز 69 سنة الفقيد ينتمي لقبيلة أيت مسعود. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة العالية متبكار وللمحجوب عن عمر يناهز 65 سنة الفقيدة تنتمي لقبيلة أولاد ليم. وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحوبة صحابة بنت عبد الله والعروسي عن عمر يناهز 61 سنة الفقيدة تنتمي لقبيلة يقوت أيت حمو. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة الزهرة السوسي بنت حماد وللحسن عن عمر يناهز 49 سنة الفقيدة تنتمي لقبيلة المرابطين. تغمد الله الجميع بواسع رحمته واسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. وفيما يلي التوقعات المنتظرة لورقة أحوال الطقس ليوم غد بحول الله، حيث من المرتقب أن يظل الطقس حارا إلى جد حار بالمنطقة فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة قد تعطي زخات مطرية محلية. فيما يخص درجات الحرارة ستصل إلى 25 درجة بالعاصمة الرباط، 30 درجة بسيدي فني وطنطان، 42 درجة بقليميم، 46 درجة بعسا، 44 درجة بالساك، 24 درجة بطرفايا، 37 درجة بالعيون، 43 درجة بكل من السمارة وبكرة، و26 درجة ببجدور. كما ستصل درجات الحرارة إلى 25 درجة بالداخلة، 47 درجة بمطريقة، 42 درجة بقلسة زمور، 40 درجة بأوسرد، و25 درجة بالقويرة. حالة البحر بالواجهة الأطلسية: سيكون البحر قليل الهيجان لهائج على طول الساحل الأطلسي. شروق الشمس بمدينة العيون سيكون بحول الله على الساعة 7 صباحا و 31 دقيقة وغروبه على الساعة 8 مساء و 16 دقيقة. درجة الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا ستصل إلى 26 درجة بنواذيب، 28 درجة بنواكشوط، 40 درجة بالرابوني والزويرات، 38 درجة بأطار، 30 درجة بكي هيدي، 41 درجة بتودني، و42 درجة بتندوف. وفيما يلي تذكير بأبرز العناوين: التذكير بالأنشطة الملكية خلال الأسبوع الذي ودعناه اليوم.
وتابعنا في النشرة معهد التكنولوجيا للصيد البحري بمدينة المرسى آلية لإدماج الشباب وتحديث قطاع الصيد البحري. وتابعنا في النشرة أيضا خيمة للشعر الحسني ضمن فعاليات مهرجان وادي الذهب. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وفي أمان الله.